السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعون على شاشة تلفزيون قطر. حلقة جديدة، يوم جديد وأسبوع جديد وجلسة أعمال أيضا جديدة نتحدث فيها عن آخر الأخبار الاقتصادية في دولة قطر خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة طبعا لآخر الإغلاقات للسوق القطري، سوق الأسهم القطري خلال الأسبوع الماضي والذي أنهى الأسبوع على تراجعات، كما سنلقي نظرة على افتتاحات سوق الأسهم القطرية خلال هذا اليوم. طبعا سيصحبنا في هذه الجولة نخبة من ضيوفنا الكرام، السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية من بورصة قطر، والدكتور عبد الله الخاطر معنا من الدوحة وهو الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار، ومعنا أيضا عبر الهاتف السيد أحمد فضلي صحفي بجريدة لوسيل. أهلا بكم ضيوفنا الكرام. إذن مشاهدينا دعونا نبدأ هذه الجولة آخر أخبار البورصة القطرية وإغلاقات الأسبوع الماضي، حيث أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع بضغط من 6 قطاعات وسط انخفاض للسيولة ب 15%، فقد تراجع المؤشر العام بنحو 1.5% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي فاقدا أكثر من 135 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق، في حين سجلت القيمة السوقية للأسهم في نهاية التعاملات 524 مليار و930 مليون ريال، أي بانخفاض نسبته 18% عن مستوى الأسبوع السابق. كانت أسهم الصناعات القطرية مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي من أبرز المتسببين بهذا الانخفاض خلال الأسبوع، حيث تسبب انخفاض سهم صناعات قطر أو الصناعات القطرية بخسارة المؤشر ل 45 نقطة خلال الأسبوع. تسبب انخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي بخسارة المؤشر ل 27 نقطة و14 نقطة، بينما تسبب انخفاض سهم بنك قطر الدولي الإسلامي بخسارة المؤشر لحوالي 23 نقطة خلال الأسبوع. دعونا الآن مشاهدينا نناقش السادة الضيوف، بداية مع سيد أحمد عقل المتواجد في بورصة قطر. سيد أحمد، الملاحظة الأبرز فيما يتعلق بتداولات الأسبوع الماضي هي استمرار الضغط على المؤشر العام عبر الأسهم القيادية، تركيز التداولات على الأسهم المضاربية، ما هي أسباب ذلك من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصباح الخير إليك وللسادة المشاهدين جميعا وللضيوف الكرام. بكل الأحوال نحن بنعرف أنه الفترة الحالية عادة من كل عام فترة ما قبل إعلانات أي ربع من الأرباع وبالتحديد النصف الأول من العام تنشط فيها الحركة المضاربية بشكل كبير، نظرا لتوقع أخبار قادمة تتمثل بإعلانات النصف الأول من العام والتي يبدأ المضاربون باكرا بمحاولة استغلالها عن طريق رفع أو تخفيض بعض الأسهم، إما ل تحقيق أرباح سريعة أو لبناء مراكز مالية طويلة الأجل. هذا اللي كنا عم نشوفه هاي السنة، هاي السنة كان أكثر حدة لعدة أسباب. أولاً نحن بنهاية الربع الأول وببدايات الربع الثاني، يعني شهر 3 و4 و5 من شهر مارس حتى شهر مايو، كانت فترة ضاغطة جداً على أسواق المال، وبالتالي بسبب فيروس كورونا، وبالتالي شهدنا انخفاضات كبيرة بكثير من الأسهم وخاصة الأسهم ذات القيم المنخفضة. هيدا فتح الباب أمام أسعار مغرية جدا للمضاربين اللي وجدوا نفسهم مع نهاية الربع الثاني من العام أمام أسعار مغرية جدا لبعض الأسهم المنخفضة القيمة، حتى أنه البعض منا كان الأقل تاريخيا، وبالتالي كانت فرصة مضاربية مهمة جدا. اثنين، كان عندنا خلال هذه الفترة العديد من المراجعات للصناديق العالمية أو الدولية، على رأسها كان مراجعة فوتسي اللي تم تطبيقها يوم 22/6، وبالتالي هذه الفترة أيضا مع نشاط اللاعب الأجنبي بتحركات ببعض أسهمه يمكن للمضارب أن يستغلها، وهذا ما تم فعلا بكثير من الأسهم. ثلاثة، أيضا كان في عندنا أخبار إيجابية بخلال الشهر السادس من العام شهر يونيو، كان بداية الافتتاح الجزئي للاقتصاديات
وعودة كثير من الاقتصاديات بالعالم والأنشطة التجارية للعمل مرة أخرى. كان عندنا أيضا عامل أساسي داعم هو ارتفاع أسعار النفط اللي شفناه عم بيرتفع من مستويات الـ 33 أو 32 لمستويات الـ 42، وأيضا ارتفاع الأسواق العالمية أيضا كان له دور كبير أيضا بهذا الزخم. بالتالي كان هناك العديد من الأخبار الإيجابية، العديد من المحفزات، انتظار إعلانات الربع الثاني، انخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق بسبب جائحة كورونا، هيدا كله اجتمع وجعل من المضاربين أنهم يروحوا إلى مستويات المضاربة عند الأسهم ذات القيم المنخفضة. ما ننسى أيضا أنه كان في تعطش لدى يعني كبير لدى المتداولين. المتداولين خلال الفترات السابقة لم يقوموا بكثير من العمليات، وبالتالي ما انسنحت الفرصة حتى شفنا دخول قوي مضاربي وحتى استثماري على كثير من الأسهم. نعم دكتور خاطر، ذكر سيد أحمد أننا قرب فترة إفصاحات، نحن على بعد أيام قليلة من بدء موسم إفصاحات للنصف الأول من هذا العام. ما هي توقعاتك لأداء الشركات ضمن قطاعات السوق، ونتحدث عن القطاعات القيادية خاصة البنوك والصناعة؟ طبعا معظم الأرقام، معظم التوقعات الحقيقة أنه راح تكون النتائج تعتبر في الظروف الحالية القائمة جيدة، لذلك ما هناك مخاوف كبيرة. بس تكملة يمكن لي أيضا حديث الأستاذ عقل، كل يمكن ما أسمعه من الوصف هو المرحلة الماضية، خاصة إذا كان بالنسبة لأسعار الأسهم، إذا كان بالنسبة للطاقة، إذا كان بالنسبة لكثير من ما حدث. اليوم احنا في مرحلة انتقالية داخلين مرحلة الحقيقة جديدة، وعودة أيضا بعض إذا حتى ما حبينا نسميه تشاؤم، ولكن عودة لرؤية الاقتصاد الفعلي على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي، وأيضا بالنسبة للمؤشرات، وبداية مراجعات الحقيقة في كثير من المعطيات اللي بدأنا الحديث عنها. لذلك دخولنا في المرحلة هذه حقيقة كان في هناك حوافز كثيرة بالنسبة للمستثمرين، والمستثمرين اللي كانوا شوية مترددين في الفترات الأولى من عودة السوق، طبعا كان في إحساس لديهم كثير من المستثمرين أنه راح تفوتهم السوق في المرحلة الأخيرة من تعافي السوق. فرأينا طبعا في إقبال، وخاصة على الشركات اللي ما كان عليها إقبال في المراحل الأولى. الآن طبعا أيضا محاولة استباقية خاصة بالنسبة للإفصاحات في الربع الثاني، ولكن الحقيقة المعطيات الاقتصادية ما زالت تدفع لتساؤلات كثيرة بالنسبة لمستوى معدلات النمو، قدرة الشركات على المحافظة على نفس مستوى العطاء في فترات الاقتصاد العالمي في شبه تراجع. حقيقة مثل ما قلنا شفنا عودة سريعة، ولكن الآن بدأنا في بعض التراجع. أيضا كان أحاديث عن فتح الاقتصادات وعودة تخفيف شروط الحجر الصحي وغيره، بدأنا أيضا نشوف بعض التراجع عن هذا. لذلك الفترة صعبة بالنسبة لكثير مستثمرين. مثل ما قلنا لو أنه رأينا في الفترة الأخيرة يمكن حراك من قبل المستثمرين للدخول حتى ما تفوتهم السوق، ولكن قد لا تكون مؤشر إيجابي الحقيقة بالنسبة للفترة القادمة. نعتقد أن الإيرادات والإفصاحات راح تكون متواضعة، الأسواق قد تتعرض خاصة العالمية لبعض التراجع في المرحلة القادمة. تحدثنا الكلام هذا أيضا في الأسبوع الماضي بالنسبة لعودة كثير من المستثمرين لإعادة تمركزهم. لكن الاقتصاد القطري الحقيقة أولا ما تعرض لحجم الانهيارات اللي صارت في البورصات الأخرى، ولا أيضا تعرض إلى مراحل القفزات اللي شفناها أيضا في الاقتصادات الأخرى، ولذلك الاستقرار هذا راح أيضا يكون العامل الأهم بالنسبة للبورصة القطرية، وهذا شيء يعني مؤشر إيجابي بالنسبة للمستثمر الداخلي والمستثمر الخارجي. نعم دكتور واضح.
في شأن آخر، أعلن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تعهد دولة قطر بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لدعم التواصل السريع لإيجاد معدات لفحص وعلاج وتوفير لقاح لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بالإضافة إلى مساهمتها بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي للقاحات غافي. وشدد سعادته على أنه أصبح من الضروري الآن مضاعفة الدعم الدولي والالتزام السياسي لضمان التوصل إلى إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد وإيجاد علاجات ولقاحات للجميع. On behalf of the state of Qatar, I would like to express my gratitude to the European Commission and Global Citizen for their leadership in launching the Global Goal Unite for Our Future campaign. The COVID-19 pandemic is not only testing our health and education systems and our economies. It also tests our values and our ability to respond urgently and with the requested solidarity across borders and boundaries. It is now more than ever that scaling up of international support and political commitment is needed to ensure access to COVID-19 tests, treatments, and vaccines for all. The state of Qatar is proud to support the global goal United for Future campaign and pledge $10 million to the World Health Organization in support of the Access to COVID-19 Tools Accelerator, in addition to its contribution of $20 million to the Gavi, the Vaccine Alliance. سيد أحمد فضلي، سبق أن أعلن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن تعهد دولة قطر بتقديم دعم بقيمة 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي، كما أن دولة قطر قد تقدمت أيضا بمساهمات مالية بمبلغ 140 مليون دولار لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف والتي تعمل في تطوير اللقاحات. كيف يمكننا أن نقرأ هذا الالتزام الإنساني الذي تقوم به دولة قطر في ظل تفشي كورونا والحاجة الكبيرة لدعم المنظمات العالمية لمكافحة هذا الوباء؟ نعم، بداية صباح الخير لكم ولكافة المشاهدين. الأكيد أن هذا الدعم هو تأكيد والتزام من دولة قطر لدعم المجهود العالمي لمواجهة يعني التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد-19، يعني من أجل الوصول إلى لقاحات وعلاجات فعالة وكذلك يعني توفير المعدات اللازمة للتصدي ولمواجهة هذا الفيروس من معدات وقاية وغيرها من معدات فحص وكشف مبكر عن هذا الفيروس. طبعا هذا تأكيد جديد لدولة قطر على التزامها ووقوفها إلى جانب المجتمع الدولي في العديد من المواضع والقطاعات بما فيها القطاعات الصحية. اليوم نرى دولة قطر يعني تدعم بمبالغ ضخمة هذا المجهود، خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية خلال الأيام القليلة الماضية عن حاجتها إلى دعم ومزيد دعم من قبل مختلف الدول لمواجهة هذا الفيروس. فبالتالي نرى أن دولة قطر هي من الدول التي سارعت وتسارع لدعم هذا المجهود، وقد لاحظنا خلال الفترة الماضية قامت ب يعني تقديم مساعدات طبية إلى أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم، تتمثل أغلبها في إمدادات بمعدات طبية وبناء مستشفيات ميدانية، بالإضافة إلى تقديم يعني مساهمة مالية بمبلغ لا يقل عن 140 مليون دولار أمريكي. نعم. كذلك لاحظنا حتى على مستوى تقديم يعني مبلغ لا يقل عن 20 مليون دولار كتعهد من دولة قطر لتحالف جافي ومن أجل الوصول إلى لقاح وتوفير البنية اللازمة للوصول للقاح من شأنه أن يحد من تفشي هذا الفيروس. نعم. خلال الأشهر القليلة المقبلة. نعم، واضح سيد أحمد. مشاهدينا، أعلنت غرفة التجارة الدولية في قطر عن انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عضوا في المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية ICC ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس. يلعب المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية دورا حيويا في التجارة على مستوى العالم، من حيث
رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتجارة الدولية وتسهيل التجارة عبر العالم وتقديم ومناقشة الأفكار والأراء التي تصب في تعزيز التجارة الدولية والانفتاح الاقتصادي العالمي. تم انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم الثاني خلال اجتماع المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية على أن تبدأ دورة المجلس التنفيذي الجديد اعتبارا من مطلع يوليو المقبل. دكتور عبد الله، كيف تقرأ انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم الثاني كعضو في المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية؟ الحقيقة بداية يتضح إلى أي مدى أصبحت قطر جزء من المنظومة العالمية، وأيضا تطلع العالم لكون قطر عضو فاعل في المنظمات الدولية. أيضا سعادة الأخ خليفة بن جاسم من القيادات الحقيقة داخل الدولة، خاصة في قطاع الأعمال، ومعروف على المستوى العالمي من تواصله دائما مع مختلف دول العالم والممثلين، خاصة في غرف التجارة على المستوى الدولي. ولذلك الحقيقة الكل طبعا يهنئ قطر ويهنئ سعادة الشيخ خليفة بن جاسم على اختياره، وسنرى إن شاء الله أنه دائما قطر عند دخولها إلى مؤسسات وإلى أيضا المحافل الدولية لها طابع ولها أيضا مستوى من المبادرة يحمد الحقيقة عليه. رأينا البعد الدولي الحقيقة بالنسبة لقطر أساسي، بالنسبة لقطر خاصة في المراحل الماضية وخروج قطر للمستوى العالمي. أيضا علاقات قطر على المستوى الاستثماري، الصندوق السيادي، الطاقة النظيفة، المشاريع، كون قطر أيضا شريك في كثير من المشاريع الكبيرة من الجولدن باس الولايات المتحدة إلى أيضا أفريقيا، كل هذا الحقيقة واحد يهيئ قطر، يمكن قطر، ويفتح الحقيقة أبواب كثيرة لقطر من أجل النمو وكسب المعرفة. وأيضا هذا الانتخاب وهذا في المجلس التنفيذي وعضو فاعل الآن، قطر راح تكون على علم بما يطرأ على المستوى العالمي من تغييرات ومن تطورات، وتمكين الاقتصاد أولا بأول لمواءمة تلك التغييرات، إن كانت قانونية، إن كانت أيضا تجارية، أو كانت تغييرات أيضا في طبيعة الاقتصاد على المستوى العالمي. ومن ثم أيضا يعطي قطر الفرصة أنها ترسم وتكون جزء من رسم مستقبل التجارة الدولية، وهذا أساسي، خاصة قطر تنظر اليوم للمستوى العالمي والبعد العالمي على أساس أنه عنصر أساسي في الاستراتيجية، خاصة في وضع الحصار وأنظمة الحصار في المنطقة. البعد العالمي أساسي بالنسبة لنا، الانتخاب هذا والاختيار هذا أيضا خطوة أخرى إيجابية لقطر وللاقتصاد القطري. نعم، واضح دكتور. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نستعرض افتتاحات البورصة القطرية. فقد افتتح المؤشر العام جلسة هذا اليوم على تراجع عند مستويات 9169 نقطة وربع النقطة، أي بتراجعات بحوالي 10 النقطة المئوية. نشهد تداولات بحوالي 14,826,000 ريال على أكثر من 11 مليون وقرابة 12 مليون سهم حتى هذه اللحظة. الشركات الأكثر ارتفاعا خلال هذه اللحظات يتصدرها الإيجارة بارتفاعات بأكثر من 3%، مع قيم بحوالي 1,272,000 سهم. والإسلامية القابضة ترتفع بحوالي 2,245,000 سهم. السلام العالمية ما زالت في المنطقة الخضراء بارتفاعات قاربت من 2% حوالي 600,000 سهم. دلالة القابضة 1.5% ارتفاعات مع 350,000 سهم. القائمة الحمراء تضم معنا اليوم المتحدة للتنمية 1.8% انخفاضات، الخليج الدولية 1.3%، بنك الدوحة
تراجعات بواحد وعشري النقطة المئوية وأعمال قرابة 1% تراجعات. الأكثر نشاطا لهذا اليوم الطبية على رأس القائمة 16 نقطة، فمصرف الريان، الإجارة، وأخيرا المتحدة للتنمية. سؤال حاليا لأحمد عقل، كيف تقرأ افتتاحية السوق في أولى جلسات الأسبوع، خاصة وأن الأسبوع السابق أو أنه الأسبوع السابق لبدء الإفصاحات نصف السنوية؟ لا شك أنه تداول اليوم مهم جدا، يعني نحن دخلنا بالأيام الأخيرة للإغلاقات السنوية. بنعرف عندنا تقريبا جلستين أو ثلاثة ما قبل إغلاق اللي هو النصف سنوي. بكل الأحوال يعني عم نشوف بعض الهدوء هذه الفترة، بدأنا شوي، بدأت الحركة المضاربية تكون أقل قليلا مما تعودنا عليه بالفترات السابقة، وهذا المتوقع لأنه قاربنا من فترة الإعلانات واللي هي نوعا ما يعني الكثير من الناس يشعر بحالة من الحذر من هذه النتائج، خاصة أنه يعني مرت الربع الثاني تحت جائحة كورونا، وهو الربع الأول الذي يمر كاملا، يعني منذ شهر إبريل مايو ويونيو كاملين تحت تأثير الجائحة الاقتصادي، وهذا بحد ذاته يعني يخلق حالة من الترقب والحذر لدى كثير من المتداولين الذين ينتظرون الإعلانات القادمة. فخلينا نقول السمة الأهم والأبرز هي انخفاض حدة المضاربات. عم نشوف التوجه عاد نوعا ما لبعض الأسهم المتوسطة القيمة، يعني بنشوف النشاط وبنشوف حتى الارتفاعات عم بتكون على أسهم نحن كنا من فترة عم نحكي عن الأسهم ذات القيم المنخفضة اللي كان عليها مضاربات، يمكن اليوم النشاط أكثر وتوجه أكثر للقيم المتوسطة القيمة اللي عم بتكون موجودة وعم نشوف عليها نشاط مرتفع خلال هذه الفترة. نعم، بكل الأحوال نحن إذا بنشوف المؤشر عم بيحافظ على مستوى 9150 حتى الآن، ومستوى 9090، هذه المستويات مهم جدا عدم كسرة للفترات القادمة. نعم واضح سيد أحمد. مشاهدينا، أعلنت شركة كيو تيرمينالز التي تدير مشروع ميناء حمد أنه من المقرر بدء تشغيل محطة الحاويات 2 في ميناء حمد بنهاية الربع الأخير من العام الجاري. تقع المحطة على مساحة إجمالية تفوق 403,000 متر مربع، وبعد إنجازها ستصبح المحطة الجديدة قادرة على استيعاب 2.5 مليون حاوية نمطية إضافية سنويا. لنتابع التقرير التالي. قرابة الشهرين تفصلنا عن بدء تشغيل محطة الحاويات 2 في ميناء حمد، حيث أكدت شركة كيو تيرمينالز أن المحطة ستعمل بنهاية الربع الأخير من العام الجاري، وبذلك ستكون قادرة على استيعاب 2,500,000 حاوية نمطية إضافية سنويا. كما ستكون المحطة آلية بالكامل، وسيتم تزويدها بأحدث رافعات الحاويات من السفن إلى الرصيف البالغ طوله 1,200 متر. الرافعات ستكون من نوع سيستم ترولي دول، مهيئة للتعامل مع أحدث أنواع السفن، بالإضافة إلى أن المحطة ستضم نحو 2,000 نقطة تبريد، وستكون جميع البوابات أوتوماتيكية، إلى جانب الارتباط السلس بأنظمة التشغيل وتبادل البيانات الإلكتروني وأنظمة الجهات المعنية الأخرى. ومن أجل تعزيز مستويات الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة مواني قطر التي تدير وتشرف على 3 موانئ تجارية وسياحية أنها قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والجهات المعنية، والتي تتمثل في إخطار جميع وكلاء السفن منذ شهر يناير الماضي بضرورة تقديم الإفصاح والإقرار الطبي الخاص بالفيروس المعتمد من المنظمة البحرية الدولية. كما قامت مواني قطر كذلك بتركيب كاميرات حرارية في صالة القادمين بميناء الدوحة لفحص جميع الركاب القادمين على متن السفن السياحية وتعقيم الحاويات أثناء عملية التفريغ وقبل شحنها أو تسليمها. وشملت التدابير الاحترازية أنه في حال الإبلاغ عن أي أعراض أو اشتباه فإنه يتم توجيه السفينة إلى خارج الميناء لاستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. ويأتي إعلان اقتراب الانتهاء من إنجاز العمل في محطة الحاويات 2 ليعكس استمرار المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها، والتي يتم تنفيذها على قدم وساق دون تأجيل أو إبطاء رغم التداعيات السلبية المرتبطة بفيروس كورونا.
سيد أحمد فضلي، الدولة استثمرت الكثير في ميناء حمد حتى أصبح أحد أهم المرافق البحرية بالمنطقة والعالم. ما هي الإضافة التي ينتظر أن تقدمها محطة الحاويات الثانية للعمليات التشغيلية الخاصة بميناء حمد؟ طبعا مما لا شك فيه أن هذا الإضافة أو دخول المحطة الثانية طور العمل والتشغيل من شأنه أن يرفع الطاقة الاستيعابية للميناء بشكل عام، وأن يساهم في تعزيز التبادل التجاري مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، وحتى على مستوى سواء كان فيما يتعلق بالتصدير أو الاستيراد أو الاستيراد بهدف إعادة التصدير، خاصة أنه تم خلال الفترة الماضية اتخاذ مجموعة من التشريعات التي تسهل هذه العمليات. طبعا دولة قطر منذ تأسيس أو إنشاء الميناء يعني أعلنت أنها تستهدف الاستحواذ عن حصة تجارية ونقل بضائع عبر الميناء لا يقل أو لا تقل عن 23% كمرحلة أولى خلال بحلول العام 2025، وبالتالي زيادة حصة التجارة في الناتج المحلي للدولة ورفع مساهمتها بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. الأكيد أن دخول هذه المحطة ستكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على مستوى الاقتصاد المحلي أو حتى العالمي، ومن شأنها أن يحفز العديد من الشركات وكبرى الاقتصاديات العالمية في الدخول في شراكات حقيقية مع دولة قطر، خاصة أنها ستكون ملتقى بين الشرق والغرب على مستوى التجارة، وهي التي يعني تتصدر العالم على مستوى تصدير الطاقة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال الذي يتجه إلى العديد من الدول من دولة قطر، وبالتالي الخبرة موجودة، الإمكانيات موجودة، ولا ينقص إلا توقيع إن شاء الله خلال الفترة المقبلة العديد من الشركات الاستراتيجية مع عدد من الشركاء. طبعا نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها وأشار إليها كذلك تقريركم يعني منذ قليل، وهو تواصل تنفيذ المشاريع التي تعهدت والتزمت بها الدولة اليوم، يعني استكمال العمل في المحطة الثانية خلال ما تبقى من العام الجاري وبداية تشغيلها مع نهاية الربع الأخير من العام الجاري، هو تأكيد على أن دولة قطر تواصل مشاريعها، تواصل تنفيذ مختلف التعهدات التي أعلنت عنها سواء فيما يتعلق بالنقل البحري أو التجارة أو غيرها من القطاعات التي تلتزم بها، ولعل يعني العديد من المشاريع التي تم تدشينها مؤخرا وفي مقدمتها أستاذ المدينة التعليمية هو خير دليل على ذلك. وضحت الفكرة سيد أحمد. و ما زلنا في الشأن التجاري الخارجي، حيث سجل الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا بنسبة 22.5% خلال شهر مايو الماضي قياسا بشهر أبريل من عام 2020. أوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له حول التجارة الخارجية أن الميزان التجاري السلعي للدولة حقق 5,300,000,000 ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا بنحو 1,000,000,000 ريال قطري تقريبا قياسا بشهر أبريل من هذا العام، لكنه انخفض بنحو 8,200,000,000 ريال مقارنة مع مايو 2019. سيد دكتور عبدالله الخاطر، اليوم يعود الميزان أو فائض الميزان التجاري لتحقيق نمو سواء عبر ارتفاع الصادرات أو تخفيض فاتورة الواردات، هل سنرى انعكاسات لذلك على الاقتصاد القطري وفائض الحساب الجاري خلال الشهور المقبلة، خاصة في ظل التحسن النسبي لأسعار النفط عالميا مقارنة بالشهور الأولى من انتشار فيروس كورونا؟ طبعا هذا يعطي مؤشر إيجابي، واستمرار الفائض التجاري من أهم المؤشرات الحقيقة اللي تابعها الاقتصاديين بشكل عام، واللي طبعا يعطي مؤشر لحالة وضع الاقتصاد واستمراره أيضا مستقبلا. فكون إن ما زال الاقتصاد القطري يحقق فائض في الميزان التجاري، هذا شيء مطمئن جدا، يطمئن بالنسبة للتدفقات النقدية، بالنسبة لأيضا الميزان التجاري بشكل عام، بالنسبة لأيضا العملة. فهو مؤشر أساسي ومهم، وهو قدرة أيضا الاقتصاد القطري، هل ما زال الاقتصاد القطري على مستوى القدرة والإمكانية. فأحد أهم المؤشرات اللي يتابعها الجميع الحقيقة اللي هو طبعا الميزان التجاري، لأنه نقطة التلاقي ما بين الداخل والاقتصاد المحلي والاقتصادات العالمية. ما زلنا في المؤشر هذا ينبئنا أنه ما زلنا أيضا وضعنا بالنسبة للعالم الحقيقة جيد،
واستمرار الوضع الاقتصادي المطمئن، وطبعا هذا يعطي انطباع عام على كل الاقتصاد بشكل عام، منه طبعا البورصة وتوقعات أيضا النمو الاقتصادي على الأقل في الجانب النقدي، معناته أيضا هناك أيضا احتياطيات، الاحتياطيات المالية أيضا مدعومة من الناحية هذه. كل هذا راح يبدأ طبعا يظهر في كثير ويبرز في كثير من المؤشرات الأخرى، ولكن بشكل غير مباشر، لكن المتابعين طبعا بالنسبة للميزان التجاري وآثاره تلامس معظم نواحي الاقتصاد، ولذلك أيضا بالنسبة للمستثمر اليوم ينظر لهذا المؤشر كمؤشر مطمئن بالنسبة للبورصة وبالنسبة أيضا للشركات بشكل عام. نعم. في شأن آخر مشاهدينا، رجح بنك قطر الوطني كيو إم بي في تحليله الأسبوعي احتمالية قيام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ جولة تحفيز مالي جريئة على الرغم من المواقف المعارضة لهذه الجولة، مشيرا إلى ظهور تحديات جديدة في ظل انشغال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا كوفيد-19. أوضح البنك أن التأثيرات السلبية والانكماشية الناتجة عن صدمة كوفيد-19 تتطلب مجددا زيادة في السياسات المبتكرة، وهو ما يتطلب بدوره تحقيق المزيد من التكامل في الاتحاد الأوروبي، ويتطلب هذا التكامل تجاوز ردود الفعل المتخذة عبر السياسات والحلول التكنوقراطية التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي. فبعد عدة جولات من تيسير السياسة النقدية في أوروبا منذ عام 2008، أصبحت أسعار الفائدة بالفعل في المنطقة السلبية، وبات التيسير الكمي أداة غير فعالة وليس بمقدور البنوك أو البنك المركزي الأوروبي وحده توفير ما يكفي من التحفيز لدعم التعافي السريع من صدمة كوفيد-19. بعد خبرنا الآخر، دعا تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية وباء كوفيد-19 جهات مانحة من القطاعين الحكومي والخاص إلى المساعدة بمبلغ مجموعه 31 مليار و300 مليون دولار خلال 12 شهر المقبلة لتطوير علاجات ولقاحات وإجراءات أو إجراء فحوصات لمواجهة المرض. جددت المنظمة دعوتها الجمعة إلى تعاون عالمي لمواجهة الجائحة، قائلة إنه جرت المساهمة بنحو 3 مليارات و400 مليون دولار من أجل هذا التحالف حتى الآن، لتظل هناك فجوة تمويلية قدرها ما يقرب من 28 مليار دولار. هناك حاجة عاجلة إلى 13 مليار و700 مليون دولار منها. تعمل المنظمة الدولية مع تحالف ضخم من المنظمات العاملة في مجالات تطوير العقاقير والتمويل والتوزيع، وذلك تحت مظلة تطلق عليه اسم إكسليريتور. أحمد عقل، هل ستلبي الجهات المانحة نداء منظمة الصحة العالمية، خاصة وأن المطلوب ليس هينا؟ نحن نتحدث عن أكثر من 31 مليار دولار في ظل ضغوط وانتقادات كبيرة تتعرض لها المنظمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صحيح، يعني أنا بتصور أنه الفترة القادمة ستكون صعبة بهذا المجال. نحن عم نشوف عدة اتجاهات، من الضروري جدا توحيد الجهود بهذا الموضوع وخبرات الدول ما بين أوروبا وقارة أمريكا وآسيا وغيرها. بكل الأحوال أنا بتصور أنه بالظروف الحالية يعني قد يكون من الصعب، ولكن أعتقد أنه من الضروري جدا بداية تمويل حتى ظهور نتائج إيجابية، وقتها ممكن نشوف تمويل أكثر وإذا بدك اتجاه أكثر لدعم هذا المشروع. نعم، السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية كنت معنا مباشرة من بورصة قطر، والشكر موصول أيضا للدكتور عبدالله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار، كنت معنا مباشرة من الدوحة، والسيد أحمد فضلي الصحفي بجريدة لوسيل القطرية كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، وطبعا الشكر موصول لكم أنتم أيضا جمهورنا الكريم على حسن متابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم في جلسة أعمال جديدة. نراكم على خير إن شاء الله في نشرة الواحدة وآخر إغلاقات السوق القطري لأولى جلسات هذا الأسبوع. إلى اللقاء.